دكتور بس بدي اسالك سؤال بالنسبه للهمور. محمد بسرعه بس. هسه اللهم صل على محمد، لو استخدمت نفس المطلوب بس طريقه ثانيه ما في مشكله؟ كيف يعني لو استخدمت نفس المطلوب؟ يعني انا مثلا الكونتنت ريزلت ما رضي ياخذها معي، بيطبع لي باخذ كل شيء تمام بس ما بيطبع لي الكود اتش تي ام ال، بيطبع لي اياه كانه تكست عادي طبيعي. في عندك غلط بتاجات الاتش تي ام ال بس. لا دكتور على الفاضي، جربت مليون طريقه بعدين قرات على النت طلع كانه لازم اعمل اكشن، تكون اكشن ريزلت الميثود الاساسيه، واعمل ريتيرن لكونتنت عادي بصير. كونتنت ريزلت. عادي بصير، وهو الاكشن ريزلت هو السوبر كلاس تبعهم، فبالتالي بيرجعها على شكل كونتنت. قصدي انه المهم انت عندك الكونسبت بس، يعني مش مهم. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور شفت التصليح؟ شفت الكودات ولا لا دكتور؟ لا والله لسه، بستنى بس يسلم الكل بعدين بصلح. بس بدي اعرف اذا حالي انا سلمته صح ولا لا. والله بس انا سلمتك اياه على شكل ملف اللي هو اللوكيشن تاعه اللي بكون في الريسب، هاي بالسورس الريسب، اخذت الملف كامل. اسال ام بدك تعطيني فولدر كامله. الفولدر المضغوط وين رار وبتعطيني اياها. خلص مضغوط، بكون حتى الملف اسمه نفس اسم البروجكت. بالعاده لما تعمل له اركايف بحطه باسم نفس الفولدر اللي هو فيها. تمام. طيب دكتور انا بس بالقيم حطيت قيم ثابته بالجيت، حطيت قيم ثابته وخلاص احساس انه ياخذ على طول ان شاء الله. بس اصلح بشوفكم ان شاء الله يا محمد. طيب انا بس انا عندي شغله على النموذجي يعني لها. محمد دكتور طمع. انا عملت البرنامج كامل يعني وسلمتك اياه، بس في عندي كان شغله انه يعني لما اجي افتحه بعطيني لازم تعمل له لودينج بس هاي، فا يعني بديش لما تيجي تفتح انت تفكر فاضي ولا شيء. ان شاء الله بشوف، بس لازم بطلع بدخل على الكود شو كاتبينه وبشوف. ان شاء الله ان شاء الله. طيب يلا نشغل الفيجوال استوديو اللي بده يشتغل معي، حابب يشتغل معي يلا شغل الفيجوال استوديو. اليوم بعطيكم كمان مثال براجع فيه تقريبا كل شيء اخذنا، يلا عشان نثبت الفكره ونضلنا على شو اسمه على النمط. احنا هلا هذا بده يكون لسن قديش يا شباب؟ قلنا لسن احنا المره الماضيه لسن 5 صح، هلا هون لسن 6 هيك المفروض يعني الوضع الطبيعي. هلا دكتور موسى هاي خليني هاي انشئ هلا هاي مشروع، هاي انشأنا مشروع. هذا بده يكون بالله اشوف احنا لسن لسن 5 هلا لسن 6 هذا هاي كانسل هاي هون لسن 6 اللي هي الفيو او عفوا التيم داتا temp هاي عشان مساج temp داتا اوكي، وهي كرييت وهي ام في سي وهي كرييت. طيب اليوم بدنا نتعلم كيف ننقل بيانات. المره الماضيه اول مثال اعطيتكم اللي هو الواجب، اعطيتكم كيف تنقل بيانات من فيو موجوده عندك لصفحه كونتنت. لصفحه ايش؟ لصفحه كونتنت. بعدين اخذنا في الفيو باج والفيو داتا كيف انقل البيانات من كنترولر لصفحتي وارجع اعرضها على نفس صفحتي. هلا نتعلم كيف ننقل البيانات من فيو لفيو. من فيو لفيو، لما بننقل من فيو لفيو في كنترولر بيستدعي الفيو الاولى، الفيو الثانيه اذا ترجع الفيو الاولى هذا ترجع تستدعي كنترولر يستدعي الفيو الثانيه. الفيو باج والفيو داتا بينقلوا البيانات من كنترولر لفيو بس ما بينقلوا من فيو لفيو ثانيه، يعني مش من فيو لكنترولر لفيو، ما بيقدروا يرجعوا بيانات لكنترولر. هلا نتعلم كيف ننقل بيانات من فيو لكنترولر. هلا التمب داتا، التمب داتا انا قاعد بحكي على اساس البقيه يشغل معي اللي ما شغلش. التمب داتا كيف بدك تنقل من كنترولر لفيو او من فيو لكنترولر او من فيو لفيو، لانه ضمنيا راح يمرر لكنترولر وتوصل لفيو ثاني. اليوم بدي اورجيكم، تعال عشان تفهم معي. خلينا اليوم نعمل مثال مثلا لابتوب. فهلا هي بدي اجي هون على الكنترولرز، في الهوم كنترولر بقدر اشتغل عليه بس عشان مكتوب فيه داتا بدي اتركه، مش انه بقدرش يعني اشتغل عليه، عادي بقدر ادخل واكتب بالهوم وبالاباوت وبالكونتاكت عادي، بس انا عشان نكون على نظف وشايفين هي رايت كليك هي اد وايش بدي اقول له هون؟ كنترولر جديد. هي بدي اضيف كنترولر جديد بدي احكي له اد من هون. شو بدي اقول له؟ اسمه لابتوب. احط مواصفات مثلا اللابتوب، شو الشركه تبعته، شو سرعه السي بي يو وشو الرامات، مثلا بس ثلاث معلومات عشان ما ناخذش وقت. بعدين بدي احسب عليهم قديش بيطلع سعر اللابتوب، مثلا نقول سعر اللابتوب مثلا
حسب سرعته، سرعة السي بي يو باخذ نص ليرة على كل جيجا هيرتز، والرام باخذ عليها 4 ليرات. بدي اجمعهم واطلع السعر النهائي لللابتوب. فهي ضفت كنترولر جديد واعطي جهازك وقته. انا بشتغل داد عشان الكل يشتغل معي. ضمنيا وانت بتشتغل، اول ما بتضيف كنترولر بكون ضيف لك اكشن ريزلت شو اسمه اندكس، وهو يستدعي فيو، يعني لازم يكون في عندي فيو موجوده مخزنه ايش اسمها برضه اندكس بفولدر شو اسمها لابتوب. طب الواحد طلع بس اجيت هون بقول له اه، بقول له هاي فولدر لابتوب، بقول له فيش فيها ولا فيو. يعني هلا لو عملت رن قلت له روح على لابتوب اندكس بعطيني ريسورس نوت فاوند، ما في صفحه. دائما تذكر كل ما تضيف اكشن رايت كليك على اي مكان في الاكشن على اي سطر من اسطره احكي له ايش اد فيو. هلا مجرد ما اعمل فيو بحطها بنفس اسم الاكشن بقول له اد. هاي صار في عندي هون اندكس سي اس سي ام ال تتبع لمين؟ لللابتوب كنترولر. هيك الوضع الطبيعي. وانا دائما بحب من ناحيه جماليه عشان ميزها لما ناديها هاي اكتب هون لاب توب اندكس مثلا، هاي هذه اتش 1 خليتها من ناحيه جماليه اكبرها بس اساس يعني انه نشوفها منيح. طيب اليوم بتعبي 3 معلومات لللابتوب، شو نوعه؟ يعني البراند تبعته اتش بي ولا ديل ولا انتل ولا وات ايفر، هاي يعني من باب هيك بس العلم بالشير. قديش سرعه السي بي يو وقديش سعه الرام، وبتعطيكم مثال اشمل فيه سيناريوهات عده. طيب تعالوا نشوف مع بعض. دائما البيانات بدك تلمها وتعالجها بدك تحطها في تيبل، فهي بعمل هون تيبل، هاي تاج تيبل، والتيبل عشان يقدر يرجع ل شو اسمه للكنترول تبعنا ميثود، ايش كتب ميثود، ميثود هون، عفوا مش تيبل سوري جل من لا يسوى، بنحط اول شيء فورم تاج فورم ميثود اللي هو يعني نموذج راح يحمل يبعث بيانات، راح احطها ايش راح اعملها، راح اعملها بوست للسيرفر تمام بهذا الشكل. فهنا مثلا واحد بيقول له انا اكتب دائما استخدم الكنترول سبيس عشان ما تخربطش في السبلينج، هاي فورم هذا نموذج بيحمل بياناتي باخذها من هاي الصفحه وبرجعها للكنترول. طيب دائما احنا عشان ننسق البيانات شو راح اعمل هون تيبل، هاي تيبل بهذا الشكل. التيبل في تي ار اللي بدي اياه مثلا من عمودين فباجي بقول له هنا تي دي الاول، وهنا بقول له انتر مثلا لابتوب ممتاز يعملوا لنا انليميتد، هاي انتر سوري انتر لاب توب براند، دخلنا نوعيه اللابتوب، وهي باخذ هذا السطر كوبي. دائما هو انا بسوي بس اول سطر، الباقي كلهم كوبي وبيست. السطر الثاني بقول له هون عشان ادخل نوعيه اللابتوب بحكي له هون مثلا انبوت مثلا التايب تبعه، مثلا هون بقول له تكست، النيم البرمجي له لما استدعيه اخذ قيمته لما ارجعها للكنترولر هذا راح يكون اسمها، بسميه ال براند بهذا الشكل، انا هيك بحب اسمي سمول لتر اختصار للهاي، وبعدين الصفه اللي بدي اياها منه البراند بخليها كابيتال لتر، والفاليو تبعته مبدئيا تساوي ايش فاضي. وبدي اذكركم في البليس هولد هولدر انتر براند عشان نتذكر البليس هولدر للي ناسينا، وبسكر هون هاي بهذا الشكل. واحد بيقول لي شو اللي سويته هذا؟ اللي سويته هذا بكل بساطه هاي عشان تشوف معي، وانا واقف على الصفحه اف 5 يعني شغلتها نفس الصفحه اللي انا واقف عليها. هاي عشان تشوفوا معي هون. هاي بعطي جهازي وقته اول مره بالذات. هاي شو طلع لي هون؟ بهذا الشكل. طبعا في غلط هلا في التقسيم، هلا بشوف ليش المفروض تيجي جنبها تمام. فهنا هي البليس هولدر شو في ار جي ار دكتور في مخربط واحد بس هي يعني هلا هو بيجي جنبها، فهي هذه هي هلا ها هي بلاقي هون اطلع هون تي دي تي دي وين غلطت عندي تي ار دكتور انت حاط كل واحده فيها مفروض امسح التي دي حطها تحت التي دي اللي فوق ني تي دي وين انا اللي فيها انبوت وحطها تحت التي دي لا هو جل من ليش بس هي وسطر واحد مش سطرين، فهو تي ار واحد جواته تو تي ديز هلا هيك صاروا بهذا الشكل
هاي بخمسة عشان تشوف. لأن بقى حاطط سطرين وفعليا لسه سطر واحد في two TDs هيك بهذا الشكل. تمام؟ طيب وهي سويت هدول، سويته هدول معاه يعني حتى يوم الامتحان يعني اللي بنحكي عنه إن شاء الله بنهاية المحاضرة. أنت ما عليك وأنت تسوي الجدول إلا تسوي كم سطر؟ سطر واحد. هلا بدي أضيف كمان سطر جديد أدخل فيه سرعة السي بي يو، وكمان سطر تاني أدخل فيه اللي هو الرام. فهي هون بدي أجي أخذ كوبي من هذا سطر، وهي بيست هون، هي سطر تاني. هون بقول له لابتوب سي بي يو مثلا سبيد سرعة الهاي، بقول له تكست اسمه مثلا ال سبيد أسميها ال سبيد أو سي بي يو أو ها هاي سبيد خلاص سبيد سرعة. وهون بقول له انتر ايش سبيد، هاي السطر الثاني يعني لابتوب سبيد وسميته ال سبيد بهذا الشكل اس كابيتال ذكروني بالله وانتر سبيد، هاي السطر الثاني. طيب بقول واحد السطر الثالث، هاي السطر الثالث بيست هون، بقول له انتر لابتوب مثلا رام، قديش الرام تبعته مثلا، هون بدي اسميها ال رام بهذا الشكل، وهون بدي اقول له انتر رام رام سايز، رام لازم تكتب كابيتال طبعا صح، انا اختصر كلمة راندوم اكسس ميموري. والواحد طيب هاي سوينا هدول الثلاثة يعني هلا بس اعمل اف 5 هي بستنى على جهازي، هاي طلع بهذا الشكل زي ما انتم شايفين هون، هاي بصيح هاي عشان اللي بده يقرا. طيب لو بالامتحان هذا يعني قديش بدك وقت عشان تسوي زي هذا الجدول؟ يعني لو بدنا نبالغ ثلاث معلومات دقيقتين ثلاث دكتور خذ 10 خذ 10 يعني بس عشان هلا لانه في ناس دائما بصير يجادلوا مو اصلا الديزاين بده ساعه هيك بلاقي ناس بيحكوا لي. طيب على كلهم وهي سطر اخير طلع شو بدي احط فيه، بدي احط فيه السطر الاخير ضفت كمان سطر اخير بدي احط فيه انبوت ايش بدي احط فيه انبوت خلينا نحكي نوعه التايب تبعه تايب تبعه خلينا نحطه سبميت هاي سبميت هون والنيم تبعه في لي حكمه في النيم زي ما حكينا المره الماضيه اسمه بي تي ان والواحد طيب الفاليو تبعته الفاليو تبعته بدي استخدم عشان ارجعكم في مثال المره الماضيه برنت يعني اطبع على نفس الصفحه برنت اطبع على نفس الصفحه هاي هذا هي وفي هون هاي بدي ارجع اخذ هذا كمان كوبي عشان ما اغلب حالي وبدي اشيل الانبوت هذا احط محله هذا هون احط كمان كبسه اسمها كلير هاي كلير تمام هي طبعا في البدايه ايش بتكون ريسيت طبعا مش راح تزبط معنا زي ما قلت لكم المره الماضيه بعدين هون بدي اجي اخذ هاي او اخذ هذا اللي فوق هيدا احط ثلاث كبسات احط ثلاث كبسات مع انه هيك بخل التنظيم تبع الجدول اللي كمان هاي برضه سبميت هاي مكتوب عليها سند سند راح تبعت لصفحه ثانيه يعني عملت السطر الاخير فيه ثلاث اعمده بس عشان تشوفوا انتم معي ها هاي اف 5 واللي واحد طيب عملت هي خلي جهازي يشتغل عملت ثلاث كبسات برنت راح تطبع لي البيانات اللي انا دخلتها هون راح تطبع لي اياها هون كلير بترجع الصفحه للديفولت سند تستدعي صفحه ثانيه مثلا نسميها لابتوب ديتيلز وتعرض فيها كل البيانات اللي دخلتها هون على الصفحه الثانيه يعني درجع راجع معكم كل شيء اخذناه انه اسحب البيانات واطبعها على نفس الصفحه او اسحب البيانات اللي دخلتها واطبعها على فيو ثانيه مش على كونتنت بيج زي الواجب كونتنت بيج هي صفحه ليست مخزنه ليست فيو هي كونتنت يتم رسمها لحظيا هلا السند تستدعي لي فيو ثانيه مخزنه وتعرض عليها البيانات واعلمكم طرق متنوعه لجمع البيانات تمام الكل معي لحد هون اه الكل معي لحد هون معك دكتور تمام يعني اكمل طيب خلينا نبلش اول شيء في برنت بقول واحد يلا حلو هاي صممنا انت دائما بترسم الديزاين بقول واحد طيب يلا تعال نبلش نشتغل بقول له ابدا قال لي هلا دائما الصفحه تبعتي اندكس بدها تستقبل بيانات يعني بدها تشتغل نسميها جيت بيعبي اليوزر عليها بيانات بعد ما يعبي بيانات بكبس مثلا برنت اسحب الداتا الموجوده بالصفحه واعالجها وعاود ارجعها على الصفحه فبالتالي بيكون في عندي action result لا استدعاء الصفحة اسمه get أول ما يطلبها اليوزر إيش اسمها get وفي عندي ها درجة آخذ هذا copy نفس الaction result هذا بيكون في عندي كمان action result تاني إيش اسمه post يعني الصفحة تستدعى يا إما get يا إما إيش post هاي post وهاي هاي get عارف بحب أخليهم capital small زي ما بدك ما في إشكالية
هلا بما اني عملت جيت تو بوست، مع منطقيا لما اعمل تو اكشنز بهذا الاسم لازم يكون عندي تو فيوز، واحدة اسمها اندكس جيت وواحدة اسمها اندكس بوست. بصير انه اسوي هيك؟ نعم بصير، بس هذا بصير اذا كنت تنقل بيانات بين صفحتين مختلفات، انا بدي الصفحه نفسها. فقلنا في الـ MVC تيجي هون اول شيء بتحكي هذا مثلا هاي الصفحه عشان افهمه انها جيت، طبعا مش لاني كتبت جيت بفهم انها جيت، بتقول هاي HTTP ايش جيت، هاي استدعيها بوضعيه الجيت، وعشان اطابق اسمها مع اسم نفس الصفحه بنعملها رينيم من خلال الاكشن سيلكتر اللي اسمه اكشن نيم، وباجي بقول له هذه اسمها رجعها للاصلي اللي هو ايش اسمه اندكس. هلا صارت هاي الجيت فعليا للاي اس بي اسمها اندكس، بس يتم استدعائها لحظه الجيت، يعني لما اليوزر يستدعي الصفحه لاول مره او بعد المعالجه. بقول له واحد طيب ارجع خذ هدول كوبي، هاي كوبي هون، بدي اجي احكي هون هاي تكون HTTP ايش بوست، باخذها كنترول سبيس برضو اسمها ايش اكشن. يعني هلا هدول التنتين، هدول التنتين اندكس جيت واندكس بوست بالنسبه للام في سي اسمهم اندكس اندكس. طب امتى نادي الاولى امتى نادي الثاني؟ حسب اللي هو هون الاكشن فيرب تبعي، انه هاي بالجيت هاي بالايش بالبوست. لما يصير جيت استدعي الاول، لما اليوزر يكبس هذا صار اسمها بوست استدعي الثاني. طيب بقول لي واحد حلو حلو، بقول لي هلا بتحبوا نعطي قيم مبدئيه زي المره الماضيه ولا لا؟ يعني هلا واحد بقول لي مثلا بدي اول ما اشغل الصفحه، اول ما اشغل صفحه الاندكس سي اس اتش تي ام ال بدي الفاليو هون، الفاليو هون للثلاث مدخلات مش فاضيه. هلا هي بكون كاتب لك بليس هولدر انتر براند كذا كذا كذا. طب لو بدي ابعث قيم ديفولت من عندي انا، من عندي انا يعني جايين من داتا بيس، تسوي جيت وتحطه في الداتا ديفولت فيو باك. يعني تعال هلا بقدر استخدم الفيو باك، نعم بقدر استخدم فيو داتا، فيو داتا نعم بقدر استخدم. طب تيم داتا نعم طلع يعني اليوم بعطيكم مثال على التيم داتا، انا اورجيك انها بتنقل البيانات من كنترولر لايش لفيو. التيم داتا برضه نفس مبدا الفيو داتا بتنقلهم على مبدا اوبجكت. فهون بدي اقول في عندنا شيء اسمه براند، ليش اطابق اسمه يعني بسمه. دكتور الفيو الفيو باج والفيو الفيو باج والفيو داتا هم ما بقدر انقلهم على فيو، بس التيم داتا بقدر انقلهم على فيو لانه لا زي محمد لما نحكي نوضح. انا الصفحه لما استدعيها شو بستدعيها؟ بستدعي كنترولر وبستدعي اكشن من كنترولر يستدعي الفيو 100%. الفيو باج والفيو داتا هدول بنقل البيانات من الاكشن تبع الكنترولر الحالي للفيو بس، بنقلها من اكشن لفيو لفيو. طب التيم برضه بيقدر ينقل من اكشن لفيو. خليك ثاني معي هلا بس، واحنا نشرح تفهم علي اكثر واكثر. في عندي تيم داتا داتا بس تيم داتا اسمها مثلا سبيد، هي تسميها سبيد تمام، وتساوي مثلا قديش بدي احطها مثلا 1200 الديفولت مجازا. وهي عندي تيم داتا ثالثه، تيم داتا ثالثه اسمها رام بهذا الشكل سمول لتر كلها كتبتها، وتساوي ايش؟ وتساوي قديش نحط الديفولت 12 جيجا منيح؟ 12 جيجا. واحد بيقول لي طب هدول فاريبلز انت عرفتهم هون، بقول له طبعا هدول انا على افتراض انهم بيجون من داتا بيس، يعني مش ثابتات، مره بيجيني ديل مره بيجيني اتش بي مره بيجيني مثلا ايش في انواع ثانيه وات ايفر، يعني شو كان سرعات بتجيني مختلفه 1500 1800 1200 الرامات بتختلف كل شوي بتجيني قيم متغيره. بقول له طيب بقول له هلا بوضعيه الجيت انا عرفت فاريبلز اسمهم تم داتا، بقول لي طيب بدي اياهم ينتقلوا. هلا اول ما اليوزر يستدعي الصفحه هو بيستدعي ال HTTP جيت للصفحه اللي هي للاكشن هذا اللي هو اندكس، فبنفذ هاي. فانشات ثلاثه فاريبلز اللي اسمهم تم داتا. الواحد طيب بدي ابعثهم من الاكشن للصفحه، بزبط ولا ما بزبط؟ طب كيف بزبط؟ خذ اي واحده منهم كوبي، ها اي كوبي، وتذكروا بالله السبيلينج انا كتبتهم كلهم سمول لترز. قول له طيب روح على صفحه الاندكس، قل له بلش من عند البراند هون، قل له الفاليو تساوي ات وبدون سبيسز والبراند. شو يعني ات البراند؟ راح تجيك من الكنترولر من الاكشن قيمه البراند، قيمه البراند. وهون بقول له هي ات هون بعمل بيست بس مش براند هون، هون شو بنحكي له؟ سبيد سبيد تمام. والاخيره بقول له هون ات وهون بيست اللي هي رام، كتبتهم سمول لتر نفس السبيلنج. فانا قلت له يا جهاز يا كمبيوتر يا
الاكشن تبع اللاب توب عرفت لك ثلاثه تيمب داتا فاريبلز وهم من نوع اوبجكت طبعا ضمنيا. هلا بنحكي كمان شو معنى اوبجكت. قول لي طيب هدول بس يتم استدعاء الجيت روح ابعث لي اياهم لصفحه الاندكس سي اس اتش تي ام ال حطهم للفاليو للبراند للفاليو للسبيد للفاليو لمين منها. بقول واحد طيب ورجيني هلا هاي عملت اف 5 قبل كانوا فاضيات انا حطيت ديفولت فاليو. هلا مش بالضروره دائما تحط ديفولت فاليو بس انا حطيتهم على اساس انه انتم تشوفوا معي يعني. بس فلاحظ شو صار كاتب لي هون مش فاضيات البليس هولدر اختفى لانه البليس هولدر مجرد ما تتعبى داتا شو بيسوي بيشيل كل شيء يعني بتروح البليس هولدر تبعك. هاي الشق الاول هاي نقلت زيه زي الفيو باج زيه زي الفيو داتا يعني التيم زيه زي الفيو باج وزيه زي الفيو داتا عادي. طيب لسه في له ميزه احسن التيم بيقدر ينقل لكل الاتجاهات. تذكروا معي المعلومة مجرد ما الداتا ونقلتها لهاي الصفحة وصلتها هلا هاي الداتا مجرد ما طلعت من الصفحة هدول الثلاثة variable اللي هو temp brand والtemp speed والtemp ram مجرد ما طلعت من الصفحة هاي لأي موقع تاني شو بصير فيهم بنحذفوا ما بيضلوا. تذكروا هاي المعلومة يعني هدول مش بروح على صفحة تانية وبرجعهم بلاقيهم موجودين لا بنحذفوا لما أرجع لهاي الصفحة برجع الجيت بيشتغل من أول وجديد فبرجع بحجزهم من أول وجديد. فهمنا هاي الفكره يا شباب. دائما الفيو باج الفيو داتا التيم داتا مجرد ما تطلع من الصفحه وصلتهم فيها بنحذفه الا بالتيم داتا بتقدر تحكي له كيب في امر جاهز بتقول له كيب كيبت يعني خلاص حتى لو طلعت من هاي الصفحه خليها في الرام. طبعا الهدف دائما انك تقلل حجم المساحه المحجوزه من الفاريبلز عشان تسرع الاداء. طيب بقول واحد حلو طب هاي سويناها. هلا واحد بقول لي اسمع اسمع قول له بقول لي بدي لما اكبس على برنت بدي لما اكبس على برنت تستدعي ميثود البوست اللي هي الاندكس بوست وتحسب لي قد ايش سعر اللابتوب. قول حاضر. طيب شو كيف بدي اسوي هاي؟ بدي ارجع على اللابتوب هاي اللابتوب بدي ارجع عندي البوست. هلا عشان اسحب بيانات والله ما حدا يكتب بورجيكم عده طرق. هلا عشان اسحب بيانات بدي اسحب مبدئيا اللي هي البراند اللي دخلها اليوزر. هلا واحد بيقول لي ما انت سميتها ديل. بقول له اه سميتها ديل بس اليوزر ممكن يبدل ديل ب اتش بي او هو وحره يكتب اللي بده اياه السرعه والرام اللي بده اياها. فانا هاي قيم ديفولت بيقدر اليوزر يغيرها لما على الفورم يدخلها. هون راح استقبل في واحد بيقول لي اكتب زي هيك. طبعا تكتبوش انتم سترينج نيم او سترينج عفوا خلينا نجي نحكي هون هاي اسمها براند نفس اسم هذيك احنا سميناها عفوا ال براند ال 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 براند بهذا الشكل. بقول له واحد طيب تعرفهم فوق ما هو ايش هو وهنا السبيد. طيب ثواني هاي هنا انت ال ال سبيد بهذا الشكل انا سميته هناك كابيتال وهون بقول له انت ال رام بهذا الشكل مش هيك سميناهم. طب لو عندي مثلا عندي على الفورم 40 50 كنترول الكنترول بدك تسحبها بدك تحطها هون كباراميترز توصل لميثود البوست. معقول اقعد اكتب بس عندي 100 كنترول معقول اقعد اكتب 100 باراميتر؟ لا في عندكم طلعوا افهمكم طريقه ثانيه لسحب البيانات. هلا هذا صحيح 100% هذا الكود صحيح 100% انه يسحب الداتا بس لنفرض انه عندي مش ثلاث بيانات عندي مثلا 100 معلومه مش منطقة اقعد اكتب 100 بارامتر. طب ولا في اعلمكم شيء اسمه فورم كولكشن. شو يعني فورم كولكشن؟ روح جيب لي كل الكنترولز الموجودين بالفورم خزن لي اياهم على شكل اوبجكت هي او بي جي مثلا لوحة. طيب شو اللي سويت؟ عملت اوبجكت يحتضن كل الكنترولز الموجودين. طب واحد بيقول لي شو الكنترولز؟ حاليا عندي ثلاثه فبدال ما اقعد اعرف ثلاثه باراميترز رجعتهم كفورم كوليكشن على شكل اوبجكت. فبقول واحد طيب طلع بلا معي مثلا سوري خليني ارجع هون هلا هاي هي فارس هاي هون ايه بعدين معي بقول واحد طيب مثلا عشان تفهم معي مثلا تعرف بعمل هاي هون انت او مثلا string مثلا تعرف هون انت اخزن فيه النيم اللي جبته من هناك عشان اعالجه بعدين. هلا طبعا بغيرها. فبقول واحد طب كيف بدي اجيب اللي هي البراند تبعت هذاك؟ بقول له روح على الاو بي جي تبعي على الكي اللي اسمه ايش سميناه احنا هذاك سميناه البراند بهذا الشكل جيبه بهذا الشكل. طبعا اوريدي احكي له هون دوتو ايش اللي بفهم سترينج هذا جابها وخزنها في ان او خلينا نسميها هاي بي اللي هي البراند بي اللي هي ايش البراند. طيب وعندي انت
الاس للسبيد مثلا مجازا، بقول له روح على الاوبجكت كوليكشن اللي انت جبتها على الفورم كوليكشن وجيب لي منه الكي اللي احنا سميناه ايش، احنا ال ايش سميناها سبيد اكزاكتلي نفس ما سميتها هناك. طيب بزبط طبعا مباشره ساعمل هيك بعترض السي شارب بقول لك هذا اوبجكت ما بتقدر تحطه في انتجر. طب والحل؟ بتقول له اول شيء يجب ان يحول لسترينج اولا اي تو سترينج. طيب بصير احط سترينج جوا انتجر؟ لا، السترينج عشان تحطه جوا انتجر تحكي انت دوت بارس، يعني حول السترينج كقيمه رقميه انتجر معي. والقيمه الثالثه هي انت اللي هي الرام ار تساوي انت دوت بارس تمام للاوبجكت اللي انا جبته مش احنا جبنا فورم كوليكشن كاوبجكت اوبجكت بهذا الشكل اللي اسمه ايش الكي تبعتنا سميناها الرام بهذا الشكل تمام دوت تو سترينج وقوسين ورام. هلا هذا الاوبجكت اللي انت عملنا احنا فورم كوليكشن على شكل اوبجكت واحد بيحمل عده قيم، بروح بجيب كل الكنترولز اللي انت عرفتهم هناك وباخذهم بحطهم هون. طبعا لما تكتب هون بدها تطابق ال براند وال سبيد وال رام نفس اسماء مين يا شباب، مش انا سميتهم هون ايرا ال رام ال سبيد وال براند هيك بيكونوا اكزاكتلي. هلا هو اوريدي جاب لي براند وجاب لي سبيد وجاب لي رام وجاب لي كمان البي تي ام ضمنياً، مع أنه أنا لسه ما كبستش على البيت عين بس بجيبه وقلنا لا لا في البداية تمام؟ أو لا عفواً لما أكبس بكون جايبه لأنه بكون أنا على البوس بكون كبست على كبسة مثلاً برينت أو سند بقول واحد طيب فبقول له هاي نرجع لهم. هلأ واحد بقول لي طب اللي كنا المرة الماضية نشتغل أنه عرف ثلاثة variables بقول له برضو صح، بس أنا بقول لك مثلاً عندك 50-60 كنترول مش منطق تقعد قدام تروح في 50-60 برامتر. بقول واحد كده طب اسمعوا بدي ارجع اراجع معاكم من نن اكشن ميثود. طب قول واحد طيب بدي اعمل كولكشن بس ادل الفورم كولكشن ما استوعبت منين. هلا هون طلعت هلا عشان استقبل الداتا شو بقدر اجي اكتب هون بالطريقه التقليديه القديمه بدي اكتب سترينج شو اسمه براند ال براند تمام اللي بعد منها بدي اقول استقبل كمان قيمه انت اللي هي ال سبيد بعدين بدي استقبل القيمه الثالثه اللي بعدها انت اللي هي ال رام تمام. طب لو عندي كمان 20 كمان 40 معلومه كمان 40 تكست كنترول موجودين بدي اضلني احط فاصل واقعد اكتب فاصل واقعد اكتب بصير بس هذا مبني لي ليش اقعد اكتب زي هيك. بقول لواحد اقول له في طريقه اسهل تقدر تعرف شيء اسمه فورم. شو يعني فورم؟ الشاشه تبعتك كولكشن. شو يعني كولكشن؟ المجموعه اللي فيه مجموعه الايتيمز او الكنترولز انت حاططها بتجيب داتا تجيب ليها كلها على شكل اوبجكت فسميت الاوبجكت تبعتي او بي جي. شو سميته؟ او بي جي. وصرت هلا كل الكنترولز الموجود على فورم تخزنت في الاوبجكت اللي اسمه او بي جي. والواحد طيب هلا بصير اقول له لما بدي اجيب البراند روح على الاو بي جي على الكي اللي اسمه البراند حطه جوا البي روح على الاو بي جي على ال سبيد هاي تبعته جيبها وحطها في اس. بدل ما اعرف وانا مثلا عندي 50 كنترول بدل ما اعرف 50 بارامتر حطيتهم في اوبجكت واحد من نوع فورم كولكشن وعرف. انا دكتور كان سؤال هسه انتبهت انه من بوست عشان بوست باخذ البيانات من البوست باخذ كل كنترول له نيم راح ياخذه ويحطه في الاو بي جي بتصير انت كل واحد منهم بس بتناديه من خلال الكي تبعه من خلال اسمه حطهم. طيب اكمل تمام دكتور. بدنا نراجع نن اكشن ميثود. هلا بدي تعمل لي نن اكشن ميثود تحسب سرعه سعر السبيد ونن اكشن ميثود تحسب سعر الرام ونن اكشن ميثود تحسب التوتال مجازا مع انه انا حابب يعني اقول يلا ما عاد انا على اساس بدنا قصه الكاستنج. طيب طلع بالله معي هون او خلينا نعمل تو نن خلينا نعمل تو اكشن او تو اكشن مثل ماشي. هلا للسرعه بحب انا باخذ مثلا الاسهل اللي هي الجت باخذ هاي بس الترويزي اللي هي كلمه بابليك عشان ما عاد شفتوا. هلا هون بدي اقول له طلع والله معي هون بدي اقول له ها كبدايه نون اكشن. شو يعني نون اكشن؟ هاي لا يتم استدعائها باليو ار ال. طيب بقول له واحد هون طيب شو بدي تسوي مثلا بدي احسب سعر. هلا هون طلع شو بدي احسب سعر؟ بحسب سعر بقول دبل هاي دبل هون بدي اسميها جت مثلا ايش نسميها سبيد برايس
الجيت سبيد برايس بتستقبل هون انت الاس. بقول لي طيب بيجن انت. بقول له طيب هلا معطينا احمر طبعا لانه ما فيش ريتيرن. هلا هاي مش مثل مش اكشن بيستدعي فيو او بيستدعي كونتنت، هذا اكشن بس للكالكوليشن اللي هو زي ما اعطيتكم في الهوم ورك. بقول له طيب، بقول له انا مثلا كيف بحسب سرعه ال شو اسمه السبيد. بقول مثلا هيك مقطوعه ريتيرن 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 تم يو ار ريتيرن تمام. بقول له مثلا اللي هي الاس اللي جبتها ضرب كل جيجا هرتز مثلا بديش نحسبها بنص ليره، هاي بنص ليره يعني اذا سرعته 1200 بيطلع 600 ليره، لا كثير، خلينا نحكي ب 10 قروش، 10 قروش بيطلع 120 دينار، طب خلص ب 10 قروش ب 10% يعني ال 1200 بيطلع 120، 1800 بيطلع كذا كذا كذا. طب الواحد حلو، طب وهي كمان نون اكشن، سوري هاي كمان نون اكشن ميثود هون، هاي كمان نون اكشن ميثود هون بدي اسميها جيت رام برايس بدل هاي سبيد، شو بدي اسميها رام. هدول لا تستدعوا باليو ار ال، انه بتستقبل بارامتر هيك مثلا الرام، الرام بدي اقول اذا كانت من 12 وتحت اضرب الرام باربع ليرات، فوق ال 12 اضربها بليرتين. شو بدي اقول له هون؟ بدي اقول له اذا كانت الرام مثلا، اذا كانت الرام اقل من او تساوي 12 يعني 12 جيجا وتحت، انا بحب احط بجن وين، بقول له ريتيرن في هاي الحاله الرام ضرب مثلا قديش قلنا احنا 4 ليرات. طبعا انا بحب بروفيشنالي، بروفيشنالي بحب احط هون اقواس. دكتور نمش اجباري، نعم احكي احمد. ما نكتب، ليش ما نكتب؟ ما نكتب معك في ال لا حابين تكتب معي هذول الاكشن، لا اكتبوا الاكشن مثل اكتبوها يعني انا احكي لكم، وقفتكم بس عشان تعرفوا تكتبوا هذول. دكتور نعم انا حليت الهومور قبل المحاضره الماضيه، فكنت انا حاطط كل الميثود في البوست، يعني مش عامل انه كل ميثود لحاله، يعني مثلا للطالب الافريج وال انه انا كاتب لك انه نون اكشن ميثود، انا ما كنتش حاطهم نون اكشن ميثود. طيب هلا لسه التسليم مفتوح لبكره، بتقدر ترجع على هذا وتعدله. يلا طيب تمام تمام. وهنا بدي اجي اقول له ها هاي إلس، هون إلس ضمنيا يعني اذا اكبر من 12، اذا اكبر من 12 شو بدي اقول له؟ ريتيرن ريتيرن اللي هي الار ضرب 2 تمام. هاي تذكير بالاكشن ميثود اللي بضل، عفوا بالنون اكشن ميثود اللي بضل نصكم يسالني عنها، هاي بصبر دقيقه عشان يكتبوا البيانات معي لحد هون. بدي اطبع كلمه بالريتيرن، ايش اكتب بالريتيرن؟ اذا بدك تطبع كلمه هون ما في طباعه، هون بدك تحسب قيم الطباعه بدها تتم وين؟ على صفحه الاندكس دوت سي اس سي اس. هلا اذا بدك ترجع كلمه بتقول الميثود نوعها زي مثلا الهوم ورك تبعكم شو بكون نوعها بدل دبل سترينج، تقول هون رجع باس، هون رجع فين على سبيل المثال. الطباعة بس دكتور، على الصفحة على HTML. نعم هسا إذا بدي أحط عبدل البابليك برايفت، ما في داعي أحط النون أكشن لفتوك. أيوة 100%، بس إحنا دائما العرف، العرف الكنترولر، الكنترولر هو كلاس بيستدعي صفحات، فإذا بدي استدعي صفحات لازم يكون بابليك، ممنوع يكون برايفت يعني في اللوجيك في آلية التفكير. فاحنا ما بنكتب كلمه برايفت، شو بنحط بدل كلمه برايفت؟ نون اكشن بس. هذا مش كلاس عادي زي كلاسات السي والجافا والجسولة، هذا كلاس خصص عشان ينادي صفحات، هيك مقصده، كل اكشن منه ينادي صفحه او كونتنت او مثلا جيسون ريزلت، يعني ينادي شيء ينتج يصدر شيء للبراوزر. هلا عشان افهم الناس انه هذا مش للتصدير للبراوزر، انما هاي للكالكوليشن، شو سميناها؟ نون اكشن. في واحد بيقول لي بديش اكتب نون اكشن، اكتب برايفت، بقول له بصير، بس العرف اللي بيشتغلوا ام بي سي لما تقول هذا ما بيصدر للبراوزر، هذا بس للحسابات بنسميه نون اكشن. وهيو هذاك اسمه اكشن نيم، يعني الاكشن تستدعي الفيو اللي اسمها اندكس. مثلا بقدر احط مثلا اكشن اباوت، مثلا اكشن نيم اباوت يعني تستدعي الفيو اللي اسمها اباوت، هذا حكيت انه نون اكشن يعني ما بدي استدعي شيء، هذا فقط للكالكوليشن. فكل واحد حلو. طيب ركزوا بالله منيح معي، بدي اجي هلا هون اكملها، نركز هون، بدي اجي اكمل هون، بدي اقول تعرف فيو او عفوا تعرف تم داتا،
هلا بقدر اعمل زي المره الماضيه اعرف فيو باك او فيو داتا عادي. بس انا اليوم بدي اشتغل على التيم داتا عشان اورجيك انه زيهم نفسهم. هون بدي اسميها مثلا رام برايس، رام برايس هيك بدي اسميها تمام عشان انتم، او خلينا بالله اسميها اطلع بلاش عشان اطابق اسمها. خلينا بالله ناخذ هدول، هي هون باخذ هدول او لا خلاص خليها زي رام برايس تساوي، رام برايس تساوي طلع شو بدي اسوي بدل ما اقعد احسب فيها. بقول له في عندي ميثود اسمها جيت رام برايس وابعث لها الفاريبل اللي قبل شوي عرفته شو اسمه جيبها وخزنها في التيم داتا. في عندي تيم داتا ثانيه، تيم داتا ثانيه اسمها سي بي يو او سبيد برايس، سبيد برايس تذكروا بالله كيف كتبتها بتبدا كابيتال وتساوي، روح جيب لي الميثود اللي اسمها جيت سبيد برايس وابعث لها الاس اللي جبتها من الاوبجكت فورم كوليكشن. شلون احنا جبنا السبيد وخزناها في الاس وجبنا الرام وخزناها في دول. هلا عرفت تو فاريبلز جداد، واحد اسمه تيم داتا وواحد اسمه تيم داتا برايس رام برايس، وتيم داتا ايش سبيد برايس. معي لحد هون؟ بعد ما حسبت هدول قلت للجهاز رجع اللي فيو. مين هي اللي فيو بدي ارجعها؟ اندكس بوست. انا مغير اسم الاندكس بوست لكلمه ايش؟ اندكس. فبقول واحد حلو خذوا لي بالله هدول السطرين كوبي كتبتوا انتم معي يا شباب، خذوا لي اياهم. هاي كنترول سي، كنترول ايش؟ سي. شو يعني كنترول سي؟ كوبي. خذ لي اياهم كوبي عشان ما نلطش هلا في السبلينج تبعتهم. روح لي على الاندكس الواحد. طيب انزل لي تحت التيبل هون، تحت التيبل ها انزل لي هون هاي هون وحط لي هون بيست الواحد. طيب واشطب لي هاي واشطب لي هاي بس يعني بس حطهم التنتين، احط لي هون ات وهون احط لي ات تمام. وهون من ناحيه جبليه حط لي ليبل، هاي ليبل بعدين هاي ليبل هذا الشكل. وهي تسكيرته وين بدها تكون؟ هاي كتبت من هون وين احطها؟ هاي ليبل. انا جهازي احنا اليوم هاي وهون بي ار عشان اميزهم. شو يعني بي ار؟ انزل سطر جديد. وهون نفس الشيء هاي ليبل، هاي ليبل بهذا لا اله الا الله هاي ليبل تمام. وهي تسكيرته كت من هون هذا حطه هون وهي بحط هذه هيك بهذا الشكل هاي ليبل وهي بي ار بعده لان اضيف داتا كمان شوي بعده. فبقول لي واحد طيب معي يا شباب، بقول واحد طيب شو اللي سويته انت؟ تعال عشان تشوفوا معي. هلا اول ما بشغل، اول ما اكبس اف 5 وبستدعي صفحه السي اس اس تي ام ال بكون استدعيت الجيت. هل بتكون التيمب داتا رام برايس او رايم اللي هنا حكينا اللي هي بدل هون رام رام وسبيد، هل بتكون الرام برايس والسبيد برايس محسوبه بتكون نل؟ فبالتالي طلع ضل معي منيح. لما اكبس اف 5 راح يطبع التو ليبلز تحت التيبل، راح يطبعهم بس اوريدي فيهم نل نل، فيهم ايش؟ نل نل. يعني اطلع معي هلا بورجيكم اياها. شو هون هلا؟ هي هو فعليا هذا الخط القاطع بكون هون بالعاده، بس هو ترك سطرين لانه في عندي ليبل وبي ار، ليبل وبي ار. ايمتى بنحسبه؟ بس اكبس على برنت، بس اكبس على برنت اخذ اللي هو الرام كانت 12 ضرب 4 48، سي بي يو سبيد كانت 120، كانت عفوا 1200 10% منهم 120. لاحظتوا انه التيمب داتا لما عملت برنت شو صار في الداتا اللي هو راحت؟ لانه التيمب داتا كانت واصله للفيو على الجيت، مجرد ما طلعت من الفيو ورحت للكنترولر هاي الداتا شو بصير فيها دائما؟ يعني الداتا اللي بتوصلها للفيو مجرد ما تطلع من الفيو بتنحذف، سواء كانت فيو باج او فيو داتا او تيمب داتا تنحذف. هلا لما رجعت على البوست اوريدي تم انشاء، اوريدي تم انشاء اللي هي الرام برايس والسي بي يو برايس، فطبعهم ما تركهم فاضيه. معي يا شباب؟ فبقول واحد طيب يعني عشان تفهموا اكثر هون مثلا اكتب لي حرفيا هون هي رام برايس تمام، وهون اكتب لي مثلا سي بي يو برايس. ايوه رام بحطها هيك من المسطره رام برايس هنا
وابعد هاي عنها، تحطش النقطتين الملاصقات لل يعني هاي عشان تشوف معي. لاحظ ها، اول ما اعمل اف 5 على الرن، اول ما استدعي الصفحه تبعتي، لاحظ اوريدي هو نفذ هذول، بس لانه الرام برايس مش محسوب لسه والسي دي برايس مش محسوب، شو طلع هون فاضي فاضي. هلا مجرد ما اعمل برنت سحب الداتا من هون وداهم للكنترولر على وضعيه البوست، حسبهم الكنترولر ورجع لي اياهم كوضعيه جيت. فلا اوريدي هون الداتا اللي كانت معبايه راحت، لانه طلعت من الفيو اوت رجعت لها. فانا هذول الداتا الديفولت بعتهم بوضعيه الجيت. هلا لما استدعيت البوست راحوا، لما عملت بوست بس اللي رجع عندي اللي هم هذول الرام برايس والسي بي يو برايس. طب واحد بيقول لي طب اسمع قول لي كيف بدي احافظ على البيانات اللي كان مدخلها اليوزر، يعني لما يجي يعمل برنت يشوفها. قول له بكل بساطه طلع بالله معيهم، قول له بكل بساطه بدي اجي اخذ هذول الثلاثه، هذول الثلاثه اخذهم من هون من عند الجيت، اخذهم كوبي، اخذتهم هيني كوبي، ها هذول الثلاثه اخذتهم كوبي ولا. قول له هون بعد ما تسترجع البيانات، مش احنا بنسحبها كفورم كوليكشن داتا رجعناها هون، رجعت عملت هدول بيست، قلت له هاي لا تاخذهاش دل، خدها نفس البي اللي اجتك من هناك، وهاي خد لي اياها نفس الاس اللي اجتك من هناك، وهاي خد لي اياها نفس الار اللي اجتك من الفورم كوليكشن. فرجعت عودت انشات عند البوست، رجعت انشات كمان ثلاثه تمب فاريبلز من تم داتا فاريبلز اللي هم براند وسبيد ورام، ورجعت بعتهم للصفحه. فهلا بيرجعوا بنعرضوا على نفس الكنترولز بالاضافه لهذا. طيب الواحد طب شو اللي صار هيك؟ طلع والله معي هاي اف 5 انا هلا بعمل رن للهوم كنترولر، يلا بسيطه قلنا عشان نحولها بنروح على الراوت كونفج انه يصير باي ديفولت يروح هذاك. فهلا باجي هون بقول له هاي هون بدي لابتوب سلاش اندكس، او بقدر اكتب لابتوب لحالها لابتوب اندكس. هي لاحظ هلا هون بس اعمل برنت احتفظ في الداتا، ليش؟ لاني رجعت انشاتها مره ثانيه وبعثت له اياها عند البوست، عند البوست ميثود البوست باخذ الداتا وبرجع بحسبها وبرجع بعمل جيت للصفحه مره ثانيه، فبنبعثوا هدول بنبعثوا بالمره الثانيه لانه تم تعرفه من اول وجديد بنبعثوا. واحد بيقول ليش عرفتم؟ لانه ممكن اجي اكتب هنا اتش بي والله سرعته 1800 الرام تبعته مثلا 20 قلنا فوق 12 فبتصير بليرتين، يعني بتطلع 40 ليره سعرها، فبالتالي 40 و180. طب واحد بيقول لي طب اسمع ولا لا بس اعمل كلير، صارت المشكله اللي حكينا عنها المره الماضيه، بعملش كلير برجعش للديفولت، الديفولت هي تكون ايش؟ ديل 1212 ويفضل لتحت. وملاحظه ثانيه، واحد بيقول لي بدي اول ما اشغل ما تكون كاتب لي رامي برايس وسي بي يو برايس، بدي بس لما تكبس على البرنت يطبعهم. قلنا طيب حلها بسيط هاي، قلنا يا شباب الكلير هلا بنحلها، قلنا يا شباب دائما عشان تحسب عشان يظهر الناتج، يعني فعليا انت امتى بتكون بدك تعمل بوست؟ لما تكون حسبت سعر الرام وحسبت سعر مين؟ السبيد اللي هو سرعه السي بي يو. فطلع شو بسوي في الاندكس، قلنا بكل بساطه باجي بحكي هون هدول المقطعين هدول لا تنفذهم بكل الاحوال، نفذهم بس اذا كان امتى بدي اطبع؟ لما احسب. طب ايش هو احسب؟ احسب واحد منهم اللي هو الرام سبيد، او عفوا الرام برايس السبيد برايس واحد منهم. هلا شو بقدر احكي له بالتم داتا؟ زيها زي الفيو داتا، هي عباره عن كيز. فبقول له اذا كانت التمب داتا تبعتي، اذا كانت طبعا هون لازم ايش احط عشان يفهم انه كود هذا مش كتابه حرفيه، بقول له اذا كانت التمب داتا تبعتي دوت كونتينز الكي، كونتينز الكي مين؟ واحد بقول لي حط هون الكي اللي هو بدنا اياه احنا، خلينا ناخذ هذا واحد منهم، يعني اذا واحد منهم حسب اوريدي الثاني انحسب معه، هذا كونتينز الكي، تحط لي هذا الكي، افتح اجين، وهاي الهند اللي اكلت من هون اياها. الواحد بيقول لي ليش حطيت هذا؟ هلا اول ما استدعي الصفحه، اول ما يستدعيها اليوزر لسه معباش الداتا، بس هلا اول استدعاء، هل بكون الرام برايس محسوب؟ لا، فبالتالي لم يتم انشاء الفاريبل تمب داتا رام برايس. فبالتالي اول ما استدعي الصفحه، لاحظ هلا بس اعمل اف 5 عند الاستدعاء الاول لاول مره، هاي هون لأول مرة، لاحظ لما جيت ما في حاطط لي هون زي قبل شو اسمه رامي برايس سبيد برايس، ما في. هلا بس اكبس برنت تم انشائهم، فبالتالي رجع طبعا لهون رامي برايس سي بي يو برايس والباقي البين. طيب واحد بيقول لي طب اسمع والله بقول لي بدي اكمل هون اطبع بدون ما احسبها بالاكشن، بدي احسب بنفس الصفحه، بدي احسب السعر الكلي، السعر الكلي اللي هو مجموع هذول التنتين، كيف بدي اسويها؟
بدي أجمع نون أكشن بفيد فيها التوتال، بدي أحسبهم على نفس صفحة السي أس اتش تي ام ال مش بالكنترولر مش بالأكشن. طلع شو بدي أسوي دكتور، بدي أحسب مجموع الرامي برايس والسبيد برايس مش بالأكشن تبع الكنترولر هون بالصفحة نفسها. بقدر بقدر طلع كيف بدي أقوله. في قيمة البرايس بترجع انتجر عادي ثواني أصبر شوي يعني. هلا هون بدي أقوله توتال برايس أو لابتوب برايس، ها لابتوب إيش برايس بهذا الشكل، تحسبها هون تحسبها هون مش بالاكشن. ما انا بقدر احسب على صفحه سي اس اتش تي ام ال او بالاكشن تبع الكنترولر، انا بدي احسبها هون بصير اه بصير. طلع شو بدي اقول له؟ بدي اقول له واحد بيجي بيقول لي بكل بساطه هاي هيك بيجي بمسك لي هاي كلها هيك كوبي بقول له بحطها هون بيست هيك سوري هاي هيك بحط لي هذه هيك وبفتح قوس هاي بقول لي اه الرام زائد زائد بقول له واللي زائد هاي هاي كوبي بعدين هاي هون بيست انه هيك بحسبهم. بقول له طيب تعال تعال نشوف شو معنى هذا الحكي. اي اف 5 طبعا لاحظوا قبل سوري اي وقفت طبعا لاحظتوا انتبهتوا انه ايش اللي هون اللي ايرور اللي انت حبيبي هذا التيم داتا ديكشنري هاي داتا كاوبجكت الها جيت عشان تجيب قيمتها جيت جيت كأوبجكت ما بتقدر تجمع أوبجكت كأوبجكت الكمبيوتر ما بيعرف يعمل جمع الأوبجكت لأوبجكت. طب شو الحل؟ قل له حبيبي الأوبجكت لازم أول شيء تحكي له تو سترينج تمام. طيب كيف بدك السعر؟ السعر مثلا بدي اياه مثلا نحكي انه دائما مصاري، المصاري انا دائما بحب اعرفها دبل فبقول له هنا دبل بالواحد طبعا هون اسمه دبل دوت ارس لمين؟ لهاي. هلا شو اللي سويته انا؟ التمب داتا والفيو داتا هي تحول كأوبجكت. الأوبجكت ما بتقدر تجمعه تطرح وتضرب بتقدر تسوي عليه عمليات حسابية إلا لما تحوله لأرقام، فأنا حولته لدبل وهاي نفس الشيء عشان أقدر أجمعها مع اللي جنبها. طلع شو بدي أقول لهم؟ بدي أقول له أول شيء ابعد عنها أقول له هنا دبل هاي دبل دوت بارس حولها لبارس بين قوسين للي هون. هذا الأوبجكت لا بتقدرش تحوله لدبل مباشرة إلا لما تحوله في البداية لإيش؟ لسترينج وتقول له زيك. هلا هيك بقدر أجمعهم. في حدا بيبعت لي على الشات والله بس أنا أشوف. هاي هون. الصوت بيقطع عندك لأنه أنت النت عندك ضعيف يا محمد. دكتور هاي زبط رجعت صوت. بسيطة غير مكانك بس. فلا هون طلعوا ما سويت الحساب للمجموع بالاكشن انه بقدر اسوي على نفس الصفحه نعم بس تذكروا التمب داتا هي ديكشنري يعني تخزن على شكل اوبجكت. فبقولوا طب طلع ها هاي اف 5 عشان تشوفوا انتم معي. هلا لاحظ هاي انا مثلا بحط السعر هون السرعه 1800 الرام مثلا 8 عشان كنوع من التغيير برنت شو قال لي الرام 8 ب 432 ال 1800 10% منها 180 فمجموعهم قديش طلع 212 هيني سويت. طيب هاي سحبت داتا من صفحه لهون. طبعا واحد بيقول لي طب اذا بدي ارجع اطبع اقول له انه والله انت حطيت دل وحطيت سرعه 1800 وحطيت الرام كذا وهي تفاصيلها برضه نفس الشيء بترجع تطبع التم داتا اللي بعتهم تحطهم جوا ليبلز. طيب هلا واحد بيقول لي طب ماشي طب رجعنا لمشكله كلير كلير ما بتفضي. طبعا ما بتفضي ليش؟ لانه اوريدي انا ضمن نفس الفيو تبعتي انا كلير ما طلعت من الفيو ما عمل ريفرش يعني لاحظ برنت قاعده بتطلع ايكون ريفرش بتعمل ريفرش للصفحه الكلير ما بتعمل ريفرش الكلير المفروض للاتش تي ام ال تاج تعملهم ريسيت. طب واحد بيقول لي طب لما تعملهم ريسيت برجع بستدعي الفاليو تبعتهم. واحد بيقول لي شو يعني الفاليو تبعتهم؟ قلت له الفاليو تبعت الرام وتبعت السبيد ايش تساوي التم داتا سبيد التم داتا ايش رام. طب هم هذول ما انحذفوا لانه انا ما طلعتش من الصفحه ما عملت ريفرش لها لما قاعد بكبس هون على كلير ما طلعت من الصفحه هاي التم داتا موجوده فمهما عمل كلير راح يضل ياخذ نفس قيمه التم داتا. قلنا هاي مشكله بورطوا فيها الناس شو حلها؟ قلنا حلها اتحايل على الجهاز. طلع كيف بدك تحايل على الجهاز توقف الرن بدي اقول له كبسه الريسيت الريسيت اللي هي الكلير مين وها ريست لا تخليها ريست انما اعملها كبسه ايش سبميت سبميت يعني ارجع استدعي الاكشن. لاحظ هلا صار عندي ثلاث كبسات سبميت من نوع سبميت ثلاثه بيقدروا يعملوا ريفرش للصفحه واحده اسمها برنت واحده كلير واحده سن. قول لي طيب معي يا شباب الكلير حولتها من ريست لايش لسبميت عشان تعمل ريفرش للصفحه عشان اطلع منها فلما اطلع منها بتلتغي للتم داتا تبعتي
تم إلغائها، فبرجع بأخذ الديفولت. طيب والواحد، طب والحل؟ ولا طلع شو بدي أسوي عشان أكون ذكي منها. هلأ هون أنا لما استقبلت بالبوست، هلأ صارت كلير اللي هي برنت وكلير وسند، بيستدعوا دائما البوست. فبتقول له هون بس تيجي طلع شو بدي أقول له. بقول له هذا الكود اللي احنا سويناه هون باجي، او خلي لي اياه موجود عشان اعيد استخدامه هلا كمان شوي. بدي اقول له طلع معي، اذا كان، او طلع بلا معي هون تعرف عشان اسهل عليكم، string str string اسمه btn ويساوي الاوبجكت تبعي obg اللي استقبلته كفورم كوليكشن obg، جيب لي الكي منه ايش اسمه. انا خزنت كبساتي برضه بتاج ايش اسمه، btn dot to string professional، مع انه الاوبجكت مرات اوتوماتيكلي بنعمله كاستنج لستنج بس انا بحب احطه. فواحد بيقول لي ليش سميت هذا btn؟ مش انا بالفورم تبعي هون مش حكيت له الثلاث كبسات ايش الاسم البرمجي تبعهم؟ btn فعليا اليوزر راح يكبس على واحده منهم بنفس الوقت، مستحيل يكون كابس على الثلاثه بنفس الوقت لما يطلب سيرفر تبعي يعمل له بوست باك، فراح يكون كابس على واحدة منهم. هلا اللي كبستها بتتخزن في فاريبل اسمه btn. فانا شو قلت له هون عند الاكشن؟ قلت له جيب الاوبجكت اللي هذا للاوبجكت btn، جيب له قيمته خزنها في فاريبل عندي اسمه btn. طلع شو بقول له؟ بقول له اذا كان طلع بلا معكم، اذا كان ال btn dot equal، السترينج ده بنستخدم معاه equals كلمه احنا برنت كتبناها البي كابيتال exactly طابقها، يعني إذا كانت الكبسة برنت ارجع استدعي نفس الفيو تبعتي بهذا الشكل. else لا بحطها else مع إنه في احتمال ثاني بس تخليها else عشان ما تعترضش الصفحة. return redirect to action index. شو هذا؟ هلا هون قلت له احسب هدول، هلا بسألك بس احسب هدول كلياتهم احسبهم تمام. هلا بقول له كمل، اذا كانت جيب الكبسه كمان اللي كبسها اليوزر، اذا كانت الكبسه برنت روح استدعي الفورم بوضعيه فيو، يعني اعمل له بوست. اذا ما كانت برنت يعني نعتبر انها بس كلير هلا موجوده انسى السند، روح ارجع استدعي الاندكس من اول وجديد، ارجع استدعيها من اول وجديد، يعني ارجع استدعي الاكشن اللي هو ايش http get. طب الواحد يعني كيف يعني طلع معي؟ ها هي اف 5 انت تفهم معي. هي انا وقفتش على سي اس. طيب هي هون بدي اقول له اللهم صل على سيدنا محمد، لابتوب دوت اندكس، هاي اندكس بهذا الشكل كتبته بهذا الشكل. لاحظ هلا هون بس اكبس برنت بيجي على الاف ستيتمنت بقول اه والله روح استدعي الاندكس بوضعيه بوست. هلا لما اكبس كلير حكيت له ريدايركت. شو يعني ريدايركت؟ يعني اطلع من هاي الصفحه وارجع استدعي صفحه ثانيه. مين هي؟ هي نفسها. فلما يرجع يستدعيها بستدعيها بوضعيه الجت دي، برجعها للديفولت. ليش؟ كلير انا شو قلت له؟ ثواني بالله، ريدايركت وين رحنا؟ وين كتبناها احنا؟ ريدايركت تو اكشن. طب والله اشوف والله ريدايركت لحالها. والله ثواني بس اتاكد اكشن. طب دكتور مش انت من الاساس حطتها في الاندكس الجيت اللي هي ديل و2212؟ بس المفروض ال تم داتا تروح ريدايركت. طب والله اشوف ثواني والله صبركم علي، في شيء غلط من عندي انا، في شيء غلط من الجهاز. اندكس كاتبها صح، المفروض كلير اهو. طيب هاي لابتوب هون، لابتوب موجود دكتور لينك. ايوه هذا هاي لابتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هات خلينا اغير والله اشوف بيعمل ريسيت ولا لا. مثلا هاي 1800 وهي هاي مثلا 5 برنت، هاي طبعها كلير رجعها. ضلوا محتفظ فيها، ضلوا محتفظ فيها. ليش ضلوا محتفظ فيها؟ لانه رجع، لانه مش هو لما يعمل سبميت بيرجع للاندكس جيت اللي هي اول واحده. بيرجع للاندكس جيت بس اللي هي مسجل فيها. المفروض الكيز هاي تنحذف، التمب داتا المفروض تنحذف. لا التمب داتا مش راح تنحذف، التمب داتا مش راح تنحذف يا شباب. التمب داتا هي بتضلها موجوده من اكشن لاكشن، هي بتنبعث من اكشن لاكشن بتنبعث.
فأنا أطلع شو بدي أقول هون. هلأ بدي أعدلكم إياها. ثواني. هاي الإف ستيتمنت هاي كت من هون بس هاي حلها هون. يبضل موجودة. حط لي إياها في البداية هون بيست. هون. ثواني بالله بس صبركم علي. الإف ستيتمنت أحطها هون. معلش أنا الغلط مني بالتسلسل. أنا المفروض ما أحسب ولا إشي. معلش صبركم علي. المفروض ما أحسب ولا إشي من هدول. يعني طلع هون اخذ البتون اطلع اذا هاي احسب الحسابات تبعتي اذا مش هاي هذا الغلط بس لانه اوريدي انا من شيء والتم داتا بتمر من اكشن لاكشن لهون ريدايركت تو اكشن تو اكشن تو اكشن اندكس هاي هذا الغلط المطبع تبعي انه انا كنت اقول احسب على كل الاحوال وانشئ التم داتا طب ما هي المفروض خلص ما تروحش بس بالله خلينا اتاكد هاي اف 5 اوه لا نو في غلط ايش الغلط هي بيجن وانت فلتت وين راحت هون في اشي بيجي نال ايش هو دكتور حسب علمي في الريف هاي تو اكشن ريدايركت تو اكشن بتاخذ تو بارامترز مش عارف لا عادي اسم الكنترولر ثواني بالله ريدايركت تو اكشن اندكس هلا مش خلاف على هاي بس لنشوف وين في إيش عندي غلط اللي هو دكتور راح الريتير راح الريتير انت على الاكشن فوق يطلع دكتور هي هون الريتير نيفيو في الريتير نيفيو راحت راحت الريتير نيفيو هي عشان استعجلت والله ثاني بس اتاكد انه مع انه هلا راح يطلع نفس الغلط لانه اوريدي التيم داتا انا بكون منشئها والله اشوف ثاني هاي اوقف على الاندكس المفروض ما بعتهاش كتيم داتا لانه التيم داتا بتضلها شغاله ما هي وظيفتها تنقل من اكشن لاكشن وما تروح مش زي الفيو باك والفيو داتا انا اتاكد بسم الله الرحمن الرحيم هاي هون برنت هاي طبعهم كلير لا هاي مسواها برنت كلير برنت كلير هاي سواها فطلع هون مثلا حطيت 1800 هاي هون 5 وهي هون برنت هاي سحبهم كلير فضهم هلا الفكره يعني اللي هو هذا نفس اللي حليناه المره الماضيه يا بيي طب معلش هذا حليته نفس اللي حليته المره الماضيه نفسه هلا بدي اعمل السند على السريع والله انتبهوا معي بس لضيق الوقت انتبهتوا يعني انتم شو الفكره اللي انا تلعبت فيها عشان اعمل الكلير شغاله ليه هي هون يا شباب بس على السريع لانه ضال معنا ربع ساعه وبدي اشرح فيها الا صفحه ثانيه وهي اوريدي نفس اللي كتبناه هلا هون قلت له لما تيجي تسحب قبل ما تبلش تعمل زي شيء جيب لي كل الكنترولز كاوبجكت من نوع فورم كولكشن وخزن لي الكبسة اللي كبستها في سترينج اسمه btn فبطلع اذا الكبسة برنت انشئ هدول ورجع الفيو اذا الكبسة مش برنت روح اعتبرها كلير هلا انا بقول له مش بس برنت وكلير عندي برنت وكلير وسند هلا سند بدي اياها تستدعي صفحة تانية بعد بقول طيب كيف تستدعي صفحة تانية مثلا تعال عشان تفهم معي بدي اروح هون بدي اعمل مثلا هاي هون خلينا اجي اكتبها خلي نون اكشن مثل هون تعملها هون بدي اجي احكي خد لي هاي وحده او خد لي الجت هاي كوبي لهاي كوبي هاي على السريع تعلي هون هاي هون بيست بدي اعمل بابليك اكشن ريزلت اسمها لابتوب ديتيلز ايش بدي اسميها لابتوب ديتيلز بهذا الشكل بالواحد طيب وهي بيجن اند هون بدي اقول له ريتيرن فيو يعني رجع لي صفحه اسمها لابتوب ديتيلز وهي هلا اوريدي هاي الصفحه مش موجود عندي لما اقول فيو يعني بدي استدعي صفحه ثانيه فلازم اوتوماتيكلي هون هلا يصير عندي صفحه جديده شو اسمها لابتوب ديتيلز انا بحب اسم الصفحه يبدا كمل لابتوب ديتيلز اللي هي نفس البيانات اللي عرضتها هناك برجع اعرضها هون وبقول واحد طيب هلا بدي اجي على هاي الفيو رايت كليك واد فيو هاي ضفنا فيو برضه ايش طلع اسمها لابتوب ديتيلز يعني هلا صار في عندي فيو جديده هون شو اسمها لابتوب ديتيلز هاي الصفحه بدي اعرض فيها لكل البيانات اللي عبيتها على الصفحه الاولى تجيب لي اياها هون بقول له حط طيب طلع ضل معي يعني هلا صار عندي كم صفحه يا شباب بدي اسحب البيانات من الاندكس لللابتوب ديتيلز بقول له حط طيب بقول له هاي تعالوا ارجعوا معي على الكنترولر بقول لي بقول له انا بدي اقول له هون باخذ نفسها يا برجع اخذ نفس هاي كوبي بدي اجي احطها هون واقول له else وبيست يعني هلا الاف ستيتمنت عندي ثلاث كبسات إذا كانت الكبسة برنت سوي كذا هلا هون بقول إذا كانت الكبسة مش برنت إذا كانت إيش سند ارجع احسب كل شيء خزنه في الداتا هاي ومش ريتيرن فيو هون بقول له ريدايركت
تو اكشن، تو اكشن شو اسمه الاكشن اللي قبل شوي سميته انا؟ ايوه هون شو اسمه هذا؟ هاي داخده حتى من هون، هاي كوبي عشان ما اخبطش في السبيلنج تبعته، واجي هون اقول له ريدايركت تو، يعني احسب البيانات هاي من اول وجديد وارجع استدعي مين هي اللابتوب ديتيلز. بقول له حط طيب، وبدي عشان تفهم معي داخذ هذول هيك كوبي هاي اروح على اللابتوب ديتيلز هون، بدي اجي احطهم هون بيست تمام وخليهم هون، وهلا بعدلهم هون بحط ليبل، هاي ليبل تمام، خلي لي هذا الليبل او هذا الليبل، ها نجيب فيه هاي بالتسلسل هون بيست، وهاي شيل البي، انا بحط ليبل مثلا البراند، براند بهذا الشكل نقطتين فوق بعض، وهنا ات براند، وبعد هاي بي ار تمام. بعدين هون عندي كمان ليبل، هاي ليبل بهذا الشكل، بعدين وورا منه هاي بي ار، بي ار احنا كم معلومه هم بي ار مثلا بهذا الشكل، هم واحدة تنتين، ضال عندي واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، بدي هاي هاي كوبي هاي على السريع، هاي ثلاثة أربعة هاي خمسة، هلا بنسقهم. طيب بقول لي واحد، طيب بقول سبيد هاي أجيب هون كت من هون، هاي أحطها في الليبل هذا، بقول له هون بيست، بدي أقول له هون سبيد، سبيد نقطتين فوق بعض، وهاي أت سبيد اللي السرعة اللي عبيتها هون، وهون ابدا اقول له هاي هي اخذها الدم داتا هاي، معلش صبركم علي يا شباب هلا بتفهموا الفكره، عجبتكم انا شوي بس هلا ببين معكم. هون الرام بهذا الشكل، وات الرام، واخر شيء بدنا الدم برايس، هاي كوبي من هون، خلينا ننزل على هيك، هاي هون هاي بيست لهاي، هون نحكي الرام، رام برايس كنص عادي تمام، نقطتين فوق بعض ات تمبل هاي، والاخر وحده خلينا ننزلها هاي هون اللي هي بعد الرام برايس، في عندنا سبيدي برايس اوكي، هاي هاي بيست هون سبيد برايس بهذا الشكل ات، سوري ات هون، وهدول اشطبهم، وهي حتى كمان من ناحيه جماليه، صبركم بالله ثاني علي، وين ال سي اس اس تي ام ال، هيها هات لي هاي كوبي، والواحد طيب بدي ارجع هون، مش حسبنا احنا السعر، بدي احطها هون بيست هاي، وهون بي ار، والواحد انا مش فاهم ولا شيء، هلا بفهمك كل شيء، وهون بدي اجي احكي اخر شيء، بدي احط اي اتش ريف هايبر ريفرنس، هايبر ريفرنس يساوي ان دبل كوتيشن، روح على اللي هي اللابتوب، لابتوب كنترولر استدعي لي الاندكس، وسكر هاي، ومكتوب هنا كلمه ايش بعد الواحد، طيب شو اللي سوينا؟ انا عملت صفحه جديده اسمها لابتوب ديتيلز، قول لي طيب بدي هلا لما اكون على صفحه اندكس، قول لي اه هاي بعمل اف 5 انا واقف على اندكس، هلا يطلع ضل بعيني شو اللي سويته انا، هلا هون عبرنت طبع لي بياناتي هون كلير بتفضي. طيب لو اجيت قلت له هون مثلا هاي اتش بي، قول لي واحد اوكي زي ما كتبت اتش بي كم تلتر هون، و1400 وراماته مثلا 6، اذا قلت برنت بتطبع نفس الصفحه كلير بفضي، طب اذا قلت سند اتاكد السند راح استدعى صفحة جديدة شو اسمها؟ لابتوب ديتيلز، وسحب كل الداتا اللي هي اتش بي 1400 6، الرام قد سعرها 24 دينار لانه 6 ب 4 24، 10% من 1400 شو طلعت 140، مجموع ما قديش طلع 160 باك، واحد بيقول له اه طب شو الشيء الجديد اللي تعلمناه؟ الشيء الجديد تعلمناه انه في عندي تو فيوز، نقلت البيانات من الصفحة الأولى لصفحة مين؟ للصفحة الثانية، هذا اللي تعلمناه. مين اللي بيقدر يبعث بيانات من صفحة لصفحة؟ مش اللي فيو باج ولا اللي فيو داتا، اللي فيو باج واللي فيو داتا بيسحبوا بيانات يعني من نفس صفحتك لنفس صفحتك، يعني من كنترولر لفيو فقط،
بينما اذا بدك تسحب بيانات من فيو تبعتها لكنترولر لكنترولر ثاني يستدعي صفحه ثانيه ما بزبط، لازم تستخدم تيم داتا. يعني بالعاميه اذا بدك تعرض بياناتك سوري على نفس الصفحه استخدم فيو باك وفيو داتا. اذا بدك تنقل بيانات من صفحه لصفحه استخدم شيء اسمه ايش تيم داتا. طبعا واحد بيقول لي للعلم بشيء بيقول لي في شيء اسمه سيشن فاريبل. السيشن فاريبل هذا بابليك تقدر تستعرض فيه كل الصفحات، تقدر تروح من تعرض البيانات على كل موقع كل صفحات موقعك. بس السيشن فاريبل شو مشكلته؟ بضله محجوز طول ما الكلاينت شابك، يعني ما بروح زي الفيو داتا او زي الفيو باج او زي التيم داتا اول ما يطلع من صفحه بروحه، يعني مجرد ما تسلمه للي معني خلاص بلغي الجهاز. السيشن لا يلغى الا لما يسكر السيشن كامل، الا لما يسكر الكلاينت الشابك هيك يسكر ويطلع من عندك. بعد ثلث ساعه من ما يطلع بلغيه من الرام، فبكون اكل الرام تبعت السي بي يو سيشن فاريبل. عشان هيك ما بنعرفه لانه بوكل السي بي يو بوكل عفوا الرام تبعت السيرفر اكل. فانا ما بدي اعرف سيشن وهلك السيرفر، اعرفهم ك فيو باج او فيو داتا او تيم داتا. وصلت الفكره؟ وصلت بهذا الشكل. احنا ورجيتكم اللي هي انه كيف انقل البيانات على نفس الصفحه، كيف انقلها لصفحه ثانيه، كيف اعطي قيم ديفولت، كيف اعمل كلير. صعبه بلاحظ دكتور. طيب هلا هي مية دكتور. تمام. امتحان الفيرست او اللي هو المد اللي هو المفروض للاسبوع الجاي راح يكون على نفس هذا النمط، راح يكون على نفس ايش نفس هذا النمط، انه اعمل لي صفحه فيها داتا عبيها، اطبع لي اياها على نفس الصفحه، اعمل لي كلير لها او اطبع لي اياها على كونتنت زي ما طلبت بالواجب، او ابعث لي اياها على صفحه ثانيه. يعني راح اطلب منكم شيء وذن هذا الرينج، اكثر من هيك ما راح اطلب. هذا اللي شرحت لكم اياه، هذا اللي راح اطلب. دكتور لو سمحت ارفع لنا الكود بعد اذنك. حاضر. لسه بدي اقول لك دكتور. هلا اول ما بخلص المحاضره برجع برفع لكم اياه. شكرا. ارفع فيديو دكتور ملف بعد اذنك. فيديو ملف بس مش هلا، بس هلا ورا منكم عندي محاضره وبعدها كمان محاضره على التنتين، بخلص ببلش على التنتين ارفع. منيح؟ مرحبا دكتور. اهلا. معلش دكتور انا لي فتره ما بحضر محاضرات. شاطره. كم غياب صار عندي؟ لأن صراحة النت عندنا كتير كان ضعيف وحتى غيرنا النت كامل. إحنا هاي الليكتشر قديش يا شباب؟ إحنا 12؟ لا 9 10 هاي الليكتشر 10، يعني أنت عندك 9 غياب. على كل طيب مش خلافة لما نحكي عنها بعدين. هلأ انتبهوا معي، هاي الكاليندر تبعتي. احنا المفروض نمتحن حسب التقويم الجامعه اظن من قديش، من 28 هم بنبلشوا السبت، معانا لسبعة. شو رايكم نمتحن الاربعاء القادم الميدتيرم اللي هو اي تاريخ؟ ما هو يا نمتحن يا 30 يا 2. دكتور لا 2، 30 عندنا امتحانات. طيب 2 الشهر نمتحن اللي هي ايش الميدتيرم. شو راح يكون امتحان على نفس نمط هذه؟ أنا صورت. نعم. خليه قبل. بدكم يعني 30 الشهر الاثنين الجاي. يعني كل مكان أبدر بكون قبل الامتحانات المواد الثانية. عندنا امتحانات. دكتور. هلا أنا 30 الشهر يعني شايف إنه الغالبية عندهم امتحانات، فأنا معانا يا 30 يا 2، شو بدكم؟ قبل ما بزبط دكتور. دكتور يعني لازم في نفس موعد المحاضرة. ما فيش ممنوع نمتحن برا الموعد. ماشي. انا قصدي انه قبل هذا التاريخ، لانه دكتور عندنا قبل اللي هو اليوم. احنا اليوم 25 ايش بقول لك امتحن اليوم؟ هلا تمتحن يعني ال 25 يلا دكتور. 30 يا 2 ايش نقول؟ 2 دكتور فرق قدامين. هلا مبدئيا 2 الشهر عندنا امتحان متر معاكم ساعه وربع تسلم الاسئله على منظومه الجامعه. لا كثير صعب يا دكتور. ولا قديش بدك نص ساعة؟ يعني نص ساعة كويسة. يعني هيني أنا حليت معكم المثال وبشرح، ما أخذت ساعة وربع، ما أخذت. اعمل ستوب ريكورد. دكتور أنت دكتور يا دكاترة. لا يا حبيبي الطلاب أشطر من الدكاترة. جد دكتور. لا والله أنت دكتور، يعني أعطينا شوية وقت.